اهلا وسهلا احبائي، نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اولا وقبل كل شيء بغيت نبارك لكم العواشر كل عام، ان شاء الله وانتم بالف خير ويدخل عليكم هذا الشهر المبارك بالخير وان شاء الله والبركه، وعيد مولد نبوي شريف، وكل عام والامه العربيه والاسلاميه بالف خير. خليكم معايا، ناخذكم معايا لهذه الجوله الخفيفه لاسواق مدينه وجده العريقة والحبيبة. خليكم معي تتشوفوا معي بقية الفيديو. ويلي 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 خايف نقول عيت وانا عاد بديت ويا مغبون سهران الليل 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 ويا ليلي يا ليل وسهمي يا ليل دوي جحي يا ليل ويا ليلي يا ليل فجيه مثل القدر وتصرف المكتوب ويعلم الغيوب راه الحال مكدر وشكون اختار في الدنيا يكون مغلوب عشان هاب المقلوب حتى لينا غان صبار وراني كل نهار نقول جوني مرويا مغبون سهران الليل 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 ويا ليلي
إذن أخواتي، كانت هذه الجولة ديالنا لمدينة وجدة أثناء الزيارة ديالي ليها في الأيام ديال المولد النبوي، زيارة الأهل والأحباب. فكما كتلاحظوا معايا، يعني كان كما كتعرفوا في هذه الأيام ديال الوباء وديال المرض، يعني كانت صور جد جد خفيف، يعني لقطات. فان شاء الله نوعدكم فيديو احسن وتصوير احسن باذن الله، زيارة اخرى ان شاء الله لمدينة وجدة الحبيبة. ومن خلال هذا الفيديو نخليكم على الف 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 خير، فيديو جديد ووصفة جديدة دائما مع اماني ام انور، ونخليكم على خير ونقولكم مع الف الف سلامة.